بتمثل المشروعات المتصغيرة والمتوسطة وأيضا متناهية الصغر منها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة متقدمة أو حتى بالنسبة للدول النامية، ده لأهميتها في الاقتصاد بوجه عام. نسبة 95% تقريبا من إجمالي المشروعات في العالم ده اللي بتشكله هذه المشروعات، بتسهم في تحقيق عدة مزايا اقتصادية منها مكافحة البطالة، تعزيز أيضا معدل الناتج المحلي، زيادة حجم الصادرات، تحسين القوى التنافسية، زيادة النشاط الاقتصادي، أمور كتير جدا بتلعبها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الأمر في دعم الاقتصاد في مختلف الدول. إلقاء مزيد من الضوء حول هذا الموضوع ودور الدولة أيضا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بينضم لنا في الاستوديو الأستاذ ياسر محمد عبد الفتاح، مدير اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التضامن. أهلا بحضرتك معنا فندم. أهلا بك فندم. أستاذ ياسر، يعني المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسمع عنها من زمان وفي دول عدة، وإن في اقتصاد دول قائم على هذه المشروعات، لأي مدى إحنا هنا في مصر لينا دور في دعم هذه المشروعات؟ ولو في البداية حضرتك تعرفنا عليها بشكل أكثر تفصيلا ومختصر، يعني إيه هي المشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة؟ أولاً تعريف البنك المركزي اللي هو في 2016 للمشروعات الصغيرة المتوسطة قال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جداً اللي هي حجم الأعمال بتاعها تحت المليون جنيه. المشروعات الصغيرة من مليون جنيه لغاية 50 مليون جنيه، المشروعات المتوسطة من 50 مليون جنيه لغاية 200 مليون جنيه. دي يعني المبيعات بتاعتها في السنة. بنتكلم على رأس المال اللي هي تبدأ من المشروعات الصغيرة تبدأ من فوق 50,000 جنيه رأس المال المثبت في السجل التجاري. عدد العمالة من لغاية 50 لغاية 200 عامل ده تصنف كأنها مشروعات صغيرة. بنتكلم على الدولة في الفترة اللي فاتت في 2016 في مبادرة للسيد رئيس الجمهورية بتمويل المشروعات الصغيرة بفايدة 5%، دي مبادرة 200 مليار جنيه بقالها 4 سنين دلوقتي واحنا شغالين في السنة الخامسة بتاعتها. استفاد منها عدد كبير جدا من المنشآت. عدد المنشآت الصغيرة اللي موجودة في مصر دلوقتي حسب تصنيف الجهاز المركزي بتاع البيع والعامة والإحصاء حوالي 3,600,000 منشأة صغيرة تصنف على أنها متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة. النسبة دي نسبة كبيرة جدا منها في مشروعات متناهية الصغر، يعني في حدود فوق 60%. المشروعات الصغيرة بتمثل نسبة حوالي 15% من إجمالي المشروعات الموجودة في مصر. المشروعات الصغيرة المتوسطة بتمثل 96% من المشروعات القائمة في جمهورية مصر العربية. أهمية هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى متناهية الصغر منها في دعم الاقتصاد الوطني في رأي حضرتك؟ والله دي دول كل دول العالم بتقوم على المشروعات الصغيرة المتوسطة. في مصر هنا اهتمت الدولة في الفترة اللي فاتت دي بصورة كبيرة جدا على المشروعات دي. يعني طبعا الأهمية بتاعتها طبعا هي زي ما حضرتك قلت تفضلت في التقديم بتاع الحلقة ان هي بتزود الناتج المحلي الإجمالي، بتزود الصادرات. دول كتيرة جدا اعتمدت عليها. احنا عندنا في نموذج موجود في مصر هنا محافظة دمياط بتقوم كلها على المشروعات الصغيرة المتوسطة. شفنا النتائج بتاعتها في الفترة اللي فاتت، شفنا اهتمام الدولة بيها في إنشاء مجمعات متخصصة لصناعة الأساس. عايزين عندهم هم ما عندهمش صناعة واحدة بس، عندهم أكتر من صناعة، عندهم صناعة الجلود، عندهم صناعة الأجبان والمواد الغذائية. كل الصناعات دي صناعات صغيرة متوسطة في الآخر خالص بتمثل قوة كبيرة جدا للاقتصاد المصري. الدولة بالطبع ليها جهود متعددة، احنا شايفين ان مش حضراتكم بس وزارة التضامن الاجتماعي، لكن في مجموعة وزارات بتتضافر جهودها وتعاون فيما بينها وبعضها البعض من اجل انجاح هذه الفكرة دعما للاقتصاد الوطني او الاقتصاد المصري. حضرتك شايف الجهود دي كافية لتعزيز دور الصناعات الصغيرة ولا احنا محتاجين لمجهود اكبر في هذا الاطار؟ لا، في الحقيقة في مجهود كبير جدا من الدولة. الدولة دورها ان هي بتساعد اصحاب المشروعات دي على انهم يكبروا وعلى انهم يزودوا الدخل بتاعهم. احنا بنتكلم على مشروعات المتناهية الصغر، في اهتمام كبير جدا من الدولة في الفترة اللي فاتت بإقامة المعارض
احنا شفنا النموذج ده في معرض تراثنا اللي قام به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة. الفترة اللي فاتت السيد رئيس الجمهورية تحت رعايته السنتين اللي فاتوا وأمر بأنه هو بدل ما كل سنة يقام المعرض كل سنة بقى يقام كل هيقام كل 3 شهور في الفترة الجاية. في مبادرات كتيرة جدا من المجتمع المدني في الفترة اللي فاتت، إقامة معارض وإقامة مراكز تسويق والمساعدة في التصدير. القانون الجديد اللي اتعمل في المشروعات الصغيرة المتوسطة خلى هي المسؤولة عن التنسيق وعمل الاستراتيجيات للمشروعات الصغيرة المتوسطة. كون ان الجهاز نفسه كان تابع لوزارة الصناعة والتجارة ودلوقتي بقى تابع لرئاسة مجلس الوزراء، دي حاجة كويسة جدا. اهتمام السيد الرئيس بالمشروعات الصغيرة المتوسطة عن طريق إقامة المجمعات المتخصصة في الفترة اللي فاتت دي، في 13 مجمع اتعاملوا على مستوى الجمهورية كلها، منهم نسبة كبيرة جدا في الصعيد. في 7 مجمعات تم طرحهم على المستثمرين وحيتم ان شاء الله تخصيصهم في الفترة الجاية دي. في وزارات كتيرة دخلت تساعد الأجهزة المعنية بالمشروعات الصغيرة المتوسطة اللي هي جهاز تنمية المشروعات زي وزارة الاستثمار زي وزارة التموين زي وزارة التنمية المحلية. في مبادرات كتيرة جدا اتعملت في الفترة اللي فاتت مشروعي عن طريق جهاز تنمية المشروعات وزارة التنمية المحلية. في 3 مجمعات تم إنشائهم عن طريق وزارة الاستثمار في ميت غمر وبنها والصف، تم طرحهم على السادة المستثمرين وهيتم تخصيصهم الفترة الجاية دي. لا في تعاون وتنسيق كبير جدا ما بين أجهزة الدولة وبعضها والمشروعات الصغيرة المتوسطة. المجمعات دي بتضم جميع الحرف أو المشروعات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر، أو أقصد هي معارض ليها، ولا هي المقصود منها ان انا بعمل لك اماكن ان انت تمارس فيها نشاطك او عملك مثلا بسعر ميسر او بايجار ميسر، او لو عايز تشتري المكان اللي انت فيه تقدر تشتريه بدل ما تستاجره، ولا الفكره بتاعتها ايه؟ فكره المجمع نفسها؟ لا، فكره المجمع هي جمع كل النشاطات دي كلها، يعني تصنيع بيدي لك المكان بتاعك بالرخصه بتاعته جاهزه، وفي نفس الوقت بيعمل لك مكان خاص بالتسويق وبيربطك بالمنظومه بتاعت الدوله في المعارض الدوليه وفي مع جهاز التمثيل التجاري، بيدي لك برضو الخطط بتاعت او الفرص اللي موجوده في الدول الموجوده حوالينا او اللي حوالين مستوى العالم كله. بيربطك برضو بالمعارض اللي موجوده زي تراسنا، معرض مصر الدوليه اللي بتتعمل في كل سنه. فيها اماكن خاصه بالتسويق، فيها اماكن خاصه بالتدريب. المجمعات دي كلها متكامله عندك في وبعدين في بعض المناطق حسب الخريطه الاستثماريه في مصر مركزين فيها على صناعات معينه. يعني احنا بنتكلم في مجمع مرغب في اسكندريه خاص بصناعات البلاستيك لانه قريب من مجمع البتروكيماويات اللي هو انشئ في اسكندريه. في بعض المناطق في الصعيد مهتميه ببعض الصناعات اللي هي اللي فيها المواد الخام او الايدي العامله متوفره في نفس الاماكن. اتكلم برضو على وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عامله مجمعات متخصصه بتكنولوجيا المعلومات. في 4 مجمعات موجودين في الصعيد، اسيوط وفي بني سويف وفي السادات وفي برج العرب في اسكندريه. دول خاصين بالصناعات التكنولوجيه، صناعات تكنولوجيا المعلومات، مجهزين لكل المستثمرين بالبنية التحتية المناسبة والملائمة للنشاطات بتاعتهم. في نفس الوقت بتساعدهم كمان في القروض بتاعتهم، لأن في نسبة كبيرة جدا من أصحاب المشروعات تكنولوجيا المعلومات لما بيجي توجهوا للبنوك الريسك بتاع المشروعات دي أو المعاملة بتاعت المشروعات دي بتبقى خاصة شوية. وزارة الاتصالات سهلت مع البنوك المختلفة جمهورية مصر العربية انها تدي قروض لاصحاب المشروعات. المعارض دي كافية ولا احنا محتاجين المزيد من المعارض؟ ايضا فكرة التسويق، يعني بعض المشاركين في هذه المشروعات بيتكلموا على ان التسويق عندهم فيه صعوبة لحد كبير بسبب ان في يعني كيانات اكبر بتنافس في بعض المجالات، وبعدين فكرة ان يكون في مشروعات شبيهة المشروعات كبرى. هل انتوا بتتكلموا عن مشروعات جديده او افكار جديده، ولا انا اقدر اعمل نفس المشروع اللي بيعمله كيان اكبر او مؤسسه اكبر؟ لا، هو المستثمر بيجيب الفكره بتاعه المشروع بتاعه بيقول لنا عليها، لو ما كانش عنده دراسه جدوى احنا بنساعده احنا او جهاز تنميه المشروعات الصغيره. تمام. كلنا بنكمل بعض وبنساعد بعض. لو ما عندوش فكره مشروع احنا بنقدم له افكار مشروعات موجوده عندنا. الهدف الرئيسي بتاع خطة الدولة 2030 هي حاجتين،
احلال الواردات وتنميه الصادرات. يعني احنا بنشوف الحاجات اللي احنا بنستوردها من بره ايه. احنا بنستورد نسبه كبيره جدا من المستهلكات بتاعتنا او المنتجات بتاعتنا بنستوردها من بره. بنحاول ان احنا نشوف المنتجات السهله ان احنا نصنعها بادوات بسيطه بامكانيات بسيطه تكنولوجيا بسيطه. نحاول نساعد المستثمر فيها بنقول له عليها. لو ما عندوش فكره عن المنتجات عن الماكينات بتاعتها منين بنوجهه للدول اللي هي بيستورد منها المكن دي. بعد كده بنساعده في بنعمل معاه دراسه الجدوى. بعد ما نعمل معاه دراسه الجدوى بنساعده في التدريب وبنساعده في التمويل عن طريق مبادره البنك المركزي فايده 5%. بعد التمويل بنساعده في التسويق. التسويق عن طريق المعارض المتخصصه عن طريق ربطه ب بالملحقين التجاريين بتوعنا اللي هم موجودين في الخارج. وبنشجع الموضوع ده كتير جدا. بنساعده في ان احنا بنوصله بمستثمرين او شركات التسويق المتخصصه بقى. احنا بنحاول الشباب والمستثمرين الصغيرين ان احنا نوجههم ناحيه التسويق. التسويق دوره مهم جدا. وبعد كده الشركات التسويق المتخصصه دي ممكن تنقل المستثمر او المصنع الصغير من داخل المحيط المحلي الى المحيط الخارجي للتصدير. حضرتك اتكلمت على مدينه الاثاث في دمياط ودي ليها اهميه كبرى سواء في مجال التصنيع او في مجال العرض. برضه المشروعات الصغيره والمتوسطه افتكر انها محتاجه زي مول تجاري يعرض فيه هذه المنتجات زي مثلا ما في الصين في اكثر من مول تجاري مسؤول عن ده بدل ما يعني يبقى المنتج بيعرض بشكل يعني غير قانوني بتعرض في الشارع يعني. تمام. فحضرتك شايف ان احنا ممكن في المستقبل ان احنا نعمل مول كبير يضم هذه الصناعات كمعرض ليهم ولمنتجاتهم ولا الامر محتاج مجهودات خاصه يعني مشاركه من القطاع الخاص؟ لا في الحقيقه احنا الموضوع ده احنا بدانا فيه الفتره اللي فاتت دي في بعض المناطق زي المناطق بدر والعاشر من رمضان و 6 اكتوبر المناطق الكبيره الصناعيه. بنحاول ان احنا بدل من المستثمر او المستورد اللي بيجي من بره يجي يمر على اكتر من مصنع ان احنا نجمعهم كلهم في اماكن خاصه بالصناعات. يعني بنركز في صناعات الاساس، بنركز في صناعات الملابس الجاهزه. في كذا وزاره وكذا جهه عملت جهود شبيهه بدي، تركيز التسويق في مناطق معينه نجمع المصانع دي كلها بدل ما المستورد لما يجي مصر يلف على اكتر من مصنع، احنا بنجمعه في مكان واحد بس. ده هدف اساسي ورئيسي بنشتغلين عليه الفتره دي. الاقتصاد الغير رسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي يمكن ده هيشكل اهميه كبيره مفترض في المرحله القادمه. هل في مبادرات لدى حضراتكم عشان يكون في جاذبيه او نوع من الجذب للاقتصاد غير الرسمي اللي هو يندمج في الاقتصاد الرسمي؟ حضرتك عارف ان معظم اللي بيعمل في هذا المجال مجال الاقتصاد غير الرسمي بيبقى في حاجات مش مطابقه للمواصفات ما عليهاش متابعه. بيبقى في حاجات معموله بضمير وبحرفيه بس هو خايف من فكره التعامل مع ملف ضريبي والضرائب وما الى ذلك. لاي مدى حضراتكم يسرتوا او سهلتوا على اصحاب المصانع او الكيانات الصغيره الغير رسميه بشكل او باخر بحيث تظهر على السطح وتتحول الى كيانات رسميه؟ لان احنا تابعنا في البعض كان عنده ثقه بشكل كبير من خلال التعامل الجدي والواضح من قبل الدوله فاندمج في هذا الاقتصاد وحقق ارباح عاليه. بدات عمل بقروض وقروض من 100,000 ل 200 ل 300. في ناس وصلت لمليون ونص للمشروع الصغير. العماله بدات تزيد، تكنولوجيا جديده بدات تتطور وتدخل في هذا الامر. حضراتكم بتعملوا ايه عشان خاطر يكون في جاذبيه لان انا اخرج من الاقتصاد غير الرسمي اتحول الى الاقتصاد الرسمي؟ اولا في الفتره بعد انشاء جهاز تنميه المشروعات الصغيره كان الاهتمام الاول لي هو انشاء او تفعيل او تجديد القانون بتاع مشروعات الصغيره والمتوسطه. تم اصدار القانون من حوالي 3 شهور وحاليا في انتظار اللائحه التنفيذيه بتاعته. القانون ده زي ما اعلن في الفتره اللي فاتت في حوافز كتيره جدا للمشروعات الصغيره وخصوصا الحوافز الضريبيه. اولا خلى الضريبه للمشروعات الصغيره قطعيه، يعني بمعنى ان حضرتك بتيجي على حجم المبيعات بتاعتك بتدفع ضريبه قطعيه كل سنه. يعني لو المبيعات بتاعتك في السنه 250 الف جنيه بتدفع 1000 جنيه في السنه. لو المبيعات بتاعتك نص مليون جنيه بتدفع 2500 جنيه. لو المبيعات بتاعتك تحت المليون جنيه بتدفع 5000 جنيه
في السنة. ده بالنسبة لإقرار بسيط جدا بيتقدم مرة كل سنة، ادى حوافز لإنشاء الشركات نفسها، عفاها من الضرائب الدامغة، عفاها من رسوم كتيرة جدا كانت مفروضة عليها. ده بيحفز القطاع الغير رسمي للانضمام للقطاع الرسمي. ده جزء بتاع القانون اللي الدولة شجعت فيه او بتشجع فيه او بتحفز فيه القطاع الغير رسمي انه ينضم للقطاع الرسمي. تمام فندم. احنا نتكلم برضو على مبادرة استفادتك بمبادرة البنك المركزي بفايدة 5%، فضروري تكون عندك ورق ثبوتي او ورق رسمي عبارة عن سجل تجاري وبطاقة ضريبية ورخص للنشاطات الحجم الاعمال بتاعها اكبر من 200,000 جنيه. دي برضو ميزة كويسة جدا. تمام. يعني لو انت حبيت تعمل المشروع بتاعك البسيط في منطقة جوه الحيز السكاني، ضروري تكون النشاط بتاعك غير مؤلم للسكان وغير مضر بالبيئة، وهتاخد القرض بتاعك بمنتهى السهولة. في شرط ان انت تكون في وسط المجمعات الاصطناعية اللي حضرتك بتتكلم عنها، يعني اخرج من ان انا اكون في وسط السكن. في حاجات زي ما حضرتك قلت انها ما بتبقاش مزعجة زي اللي بيشتغل في مجال الألبان على سبيل مثلاً. المثال يعني. اقدر اتعامل مع ده ازاي؟ يعني الحاجات اللي فيها نوع من استخدام الادوات او الالات اللي بتعمل ازعاج لحد ما. اولا هو قانون للمشروعات الصغيره مش قانون للصناعات الصغيره. يعني قانون المشروعات هي مشروعات خدميه، مشروعات صناعيه، مشروعات زراعيه موجوده في منتشره على مستوى الجمهوريه في المراكز وفي القرى وفي المدن الكبيره. تمام. في صناعات عندنا المتناهيه الصغر اللي هي الصناعات اللي هي اليدويه اللي ما بتعملش اي قلق او حاجه ممكن تتعمل في البيت، دي موجوده عندنا واحنا عندنا مبادرات كتيره بنشجعها فيها. بعد كده الصناعات اللي هي غير مقلقه للسكان اللي ممكن تتعمل، ورش الصغيره بتاعه الملابس، التصليح، النشاطات البسيطه بتاعه التجاره والخدمات، النشاطات التجاريه دي كلها مشروعات تندرج تحت المشروعات الصغيره والمتوسطه، ودي موجوده في المدن ودي الرخص بتاعتها بتطلع بمجرد الاختيار. بعد كده نتكلم على المشروعات اللي هي المفروض ان هي تتنقل للمناطق الصناعيه الخاصه بيها. في عندنا الدولة طلعت القانون اللي هو الأخير بتاع الرخص الصناعية، ودي بمجرد اختار هيئة التنمية الصناعية بالنشاط بتاعك بيتم إصدار الرخصة بتاعتك فورا. تمام. لو في مجمع صناعي أنت بتاخد المصنع بتاعك أو المكان بتاعك والرخصة بتاعته بتبقى جاهزة. تمام. الإسكان الاجتماعي لاحظنا إن في بقى في فكر جديد، الفكرة ده بيتعلق بأنك أنت تستخدم كل ما هو موجود في هذه المشروعات لصالح قاطني هذه المشروعات. يعني بقى في الدور أو أماكن الجراجات أو البدروم زي ما بيسموها بقى بيستخدم في صناعات، وصناعات مش ملوثة للبيئة وفي نفس الوقت ما فيهاش إزعاج خالص. حضراتكم ليكوا دور في هذا الإطار، ولأي مدى ده بيساهم بشكل كبير في بيقلل البطالة في نفس الوقت المشروع بتاعك بيبقى جنب السكن بتاعك مش بعيد عنه؟ احنا اولا في مناطق اتعملت اللي هي المناطق العشوائيه اللي اتنقلت من المناطق العشوائيه للمناطق الحضريه اللي اتعملت للدوله الفتره اللي فاتت دي كلها تم انشاء مراكز تدريب فيها بالتعاون مع القطاع الخاص وشركات كثيره جدا ساهمت فيها للتدريب العماله هناك على صناعات بسيطه زي الملابس الجاهزه، زي الصناعات الجلديه، وتم تدريبهم وتم تأهيلهم، وحاليا جزء كبير منهم تقدم لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وخد قروض لمصانع بسيطة صغيرة في نفس المناطق بتاعتهم. بتكلم في الموضوع ده موجود في القاهرة وموجود في اسكندرية، مع الوقت هينتشر في بقية المحافظات إن شاء الله. نحن نشكر حضرتك أستاذ ياسر محمد عبد الفتاح السقا مدير اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التضامن، شرفتنا يا فندم. أهلا بك. نتمنى لكم مزيد من التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. حضرتك.